بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دروس الدورة العلمية السابعة والتي أقيمت بجامع علي بن المديني بمدينة الرياض، ومع شرح كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الرازي. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع مادة هذا الشريف. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الله الكريم وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأله سبحانه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أيها الإخوان، إن طلب العلم والاستزادة من العلم والحرص على طلب العلم عن إخلاص ومحبة ورغبة ورحبة من أفضل القربات وأجل الطاعات. فإن العلم الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أشرف العلوم، والله سبحانه وتعالى رفع شأن العلماء وميزهم وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به، وهو الشهادة له سبحانه وتعالى بالوحدانية. قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله تعالى قرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به، وهو الشهادة له سبحانه وتعالى بالوحدانية. وأمر الله نبيه أن يقول: وقل ربي زدني علما. والعلم الشرعي هو ميراث النبوة، ميراث الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. ومن اتصف بالعلم كان له مزية على غيره. ولهذا فإن في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أقسام، الذي فيه بيان أقسام الناس الذين يقرؤون القرآن، جعل لمن يقرأ القرآن ميزة وإن كان من المنافقين. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظرة، لا ريح لها وطعمها مر. فجعل المنافق الذي يقرأ القرآن صار له مزية، وإن كان لا ينفعه، لكن العلم يجعل الإنسان مزية تميزه على غيره. حتى الحيوانات المعلمة تتميز عن غيرها من غير المعلمة. فالكلب المعلم له ميزة على غيره من الكلاب. كلب المعلم يجوز أكل ما صاد، أكل صيده، والكلب غير معلم لا يأكل صيده بالشروط. فالمسلم الذي من الله عليه العلم وسلوك طريق العلم عليه أن يرتبط بهذه النعمة، ويعلم أن الله أراد به خيرا. إن من علامات إرادة الله
الخير للعبد أن يفقهه في دينه وأن يتبصر وأن يحرص على طلب العلم. ولهذا ثبت في صحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما ذاك إلا لأن الفقه في الدين وسيلة، وسيلة إلى العمل وإلى تنفيذ الأحكام والتصديق بالأخبار. ولهذا فإن العلماء ورثة الأنبياء، فأنتم اتجهتم إلى طريق العلم، ونحسبكم والله حسيبكم أنكم قصدتم بذلك وجه الله والدار الآخرة، لا تريدون مالا ولا جاها ولا شهادة ولا وظيفة، وإنما تطلبون العلم للتبصر والتفقه. فأوصيكم ونفسي بإخلاص، بالإخلاص والصدق مع الله، أخلصوا طلبكم العلم لله، واقصدوا لذلك وجه الله والدار الآخرة، لأن طلب العلم من أجل القربات وأفضل الطاعات، وهو أفضل من نوافل العبادة. قال العلماء أن طلب العلم أفضل من نوافل العبادة، يعني كونك تتفرغ لطلب العلم أفضل من كونك تتفرغ لتصلي الليل أو لتصلي صلاة الضحى أو لتصوم الاثنين والخميس أو لتصوم ثلاثة أيام من كل شهر. إذا كان طلب العلم يمنعك من صلاة الليل أو صلاة الضحى، فأنت بين أمرين: إما أن تصلي الضحى أو تحضر الدرس العلم. يقول: احضر الدرس العلم، مقدم على صلاة الليل، مقدم على إذا كان صيام الاثنين والخميس أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر يمنعك من طلب العلم، وطلب العلم مقدم. طلب العلم أفضل من نوافل العباد، يعني ما زاد عن الفرائض. وما ذاك إلا لأن طلب العلم يتبصر به الإنسان في دين الله، ويتفقه ويعلم الحلال والحرام، يعلم ما أحل الله ويعلم ما حرم الله، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، يعبد الله فيعبد الله على بصيرة، بخلاف الجاهل إنه لا، ليس عنده علم. فأوصيكم ونفسي بالإخلاص، يخلص الإنسان طلبه العلم، ويعلم أنه في عبادة عظيمة، أن طلبه العلم عبادة عظيمة من أجل القربات وأفضل الطاعات. عليه أن يحسن القصد ويخلص النية، ويتذكر دائما أنه يعبد الله بطلب العلم، ويتذكر دائما أن الله من عليه بهذه النعمة العظيمة، ووجهه هذه الوجهة، وجعله وشرح قلبه وصدره في طلب العلم، فيرتبط بهذه النعمة ويفرح بها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعليه مع ذلك أن يحترم أهل العلم والمدرسين، ويعرف لهم قدرهم وحرمتهم، ويتأدب معهم في خطابه وفي أسلوبه وفي أسئلته. وعليه مع ذلك أن يحذر من التعنف الذي يصاب به بعض الناس في أسئلته، لا يتعنف، لا يسأل أسئلة التعنف، يسأل أسئلة يريد بها أن الرياء والسمعة، أو يريد بها أن يعنف المسؤول ويوقعه في الحرج، أو لأجل أن يظهر نفسه. لا، يسأل أسئلة يريد الفائدة، ولا يسأل أسئلة غير واقعية أو أسئلة مستحيلة أو لا تكون، فليسأل عن أسئلة يمكن أن تقع أو واقعة، ويكون قصده بذلك الفائدة. وعليه مع ذلك الحرص
على حضور الدروس والحلقات العلمية وبذل الوسع والاجتهاد وإحضار الكتاب بين يديه، فعليه أن يحضر ذهنه ويجاهد نفسه حتى لا ترد عليه الخواطر والوساوس، يكون حاضر الذهن حتى يفهم عن المدرس ما يقول وعن المتكلم، وعليه أن يعلق الفوائد العلمية، لأن الفوائد العلمية قد تفوت. ولهذا يقول سأل العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. وعليه مع ذلك أن يستفسر عما أشكل عليه، ويرجع إلى زملائه يسألهم عما خفي عليه، ويرجع إلى الشريط أيضا. وعليه مع ذلك أن يستفيد من أهل العلم، اتصال بهم هاتفيا أو شخصيا، لكن كما سبق مع التأدب ومع القصد الحسن ومع السؤال عن الأشياء الممكنة والحذر من سؤال الأشياء المستحيلة أو التي لا تكون أو التي لا فائدة منها أو التي يقصد بها إعنات المسؤول وإيقاعه في الحرج وإيذائه أو السؤال في وقت غير مناسب. قد يحرم الإنسان العلم بسبب عدم تأدبه بآداب طالب العلم، فلا بد الإنسان يخلص عمله لله وأن يتأدب بآداب طلب العلم. وعليه مع ذلك أن يستفيد من الكتب ومن أهل العلم، يسلك الطرق والوسائل التي يستفيد منها علما. والوسائل في هذا العصر كثيرة، منها حضور الحلقات والدورات العلمية، ومنها حضور الدروس في المساجد، ومنها سؤال أهل العلم هاتفيا أو شخصيا، ومنها سماع الأشرطة المفيدة، ومنها القراءة في كتب أهل العلم البصيرة، ومنها الدراسة في المعاهد والكليات والمدارس العلمية. كل هذه وسائل لطلب العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في العمل والصدق في القول، ونسأله سبحانه أن يعيذنا وإياكم من الرياء والسمعة ومن المقاصد السيئة. ونحن إن شاء الله في هذه الدورة سوف نتكلم بما يفتح الله به على كتاب الإيمان الأوسط للإمام المجتهد المطلق العلامة شيخ الإسلام أبو العباس، شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمة الله عليه، المولود سنة 61 و600 من الهجرة، والمتوفى سنة 28 و700 رحمه الله رحمة واسعة. وشيخ الإسلام معروف لدى الجميع، وهو ممن نصر الله به الحق وأظهر الله به معتقد أهل السنة والجماعة، وقد انتشرت كتبه ومؤلفاته ونفع الله بها في مشارق الأرض ومغاربها. ودعوة الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله امتداد لدعوة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا زال وشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وأحفاده وتلاميذ كلهم يستفيدون من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم وغيرهم من أهل العلم. والإمام هذا الإمام شيخ الإسلام رحمه الله هو ممن نصر الله بالحق وأظهر به عقيدة أهل السنة والجماعة، وأراء وما قرره معتقد أهل السنة والجماعة كله عليه أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم. ويندر أن يكون له قول ضعيف في المسائل العقدية، مسائل الاعتقاد، أما المسائل الفرعية فأمرها سهل،
مسائل الفروع في الفقه وفي غيرها، لكن مسائل الاعتقاد فيندر أن يكون له قول ضعيف أو مرجوح رحمه الله. وهذا كتاب الإيمان الأوسط، ويقال له كتاب الإيمان الصغير، وله كتاب آخر هو كتاب الإيمان الكبير، أو كتاب أو شرح حديث جبريل. كتاب الإيمان الكبير هذا هو الذي نقرأ في الإذاعة نتكلم على ما يسر الله، وهذا كتاب الإيمان الأوسط أو الصغير، وهو وكأن هذا في هذا الكتاب مختصر من كتاب الإيمان الكبير. كتاب الإيمان الكبير أوسع، وهذه المباحث الموجودة في كتاب الإيمان الأوسط أو كتاب الإيمان الصغير موجودة في كتاب الإيمان الكبير، والإيمان الكبير يزيد عليه. نعم نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله وعليه توكلت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعيده ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فبصر به من العمى وأرشد به من الغي وأنقذ به من الضلالة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال الشيخ العالم العامل الورع الناشئ. هذه خطبة المؤلف رحمه الله، وتسمى خطبة الحاجة، كثيرا وكثيرا ما يفتتح بها الإمام رحمه الله رسائله وكتبه، تسمى خطبة الحاجة، يعني النكاح تقرأ هذه الخطبة في عند عقد النكاح وفي وغيرها، إذا افتتح بها الكتاب أو الرسالة أو الجمعة في وسط الجمعة فلا حرج. يقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. نحمده، الحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الجميلة الاختيارية، وهو أعلى من المدح، فالمدح هو الإخبار عن صفات الممدوح، وقد تكون هذه الصفات ليست اختيارية، كما إذا مدحت الأسد لأنه قوي العضلات هذه صفة له، لكنه لم يفعلها باختياره، بخلاف الحمد فإنه الثناء على المحمود بالصفات الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه، فالحمد أبلغ من المدح. الحمد هو الثناء على المحمود بصفاته باختياره مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا جاء الحمد في الثناء على الرب سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين، افتتح الله بها في الحمد كتابه العظيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجميع أنواع المحامد كلها ملك لله ومستحق لها سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى هو الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله، وهو مولي النعم ومسيها، وما بالخلق من نعمة فهي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فلهذا كان سبحانه وتعالى هو مستحق لجميع أنواع المحامد، وهو المالك لها سبحانه وتعالى. نحمده ونستعينه، يعني نستعين بالله سبحانه وتعالى ونطلب منه العون، والسين والتاء، الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، ونستغفره، خطوة الحاجة نستغفره، يعني نطلب منه المغفرة جميع الذنوب، لأن الإنسان محل خطأ، فهو بحاجة إلى الاستغفار، طلب المغفرة، والمغفرة هي سفك الذنب ومحوه والعفو عنه والسلامة من شروره في الدنيا والآخرة.
فالمؤلف يقول نثني على الله سبحانه وتعالى بأنواع المحامد، ونسأله العون، ونطلب منه أن يغفر ذنوبنا وأن يسترها وأن يسلمنا من شرها في الدنيا والآخرة، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا. يعني الشرور تأتي من النفس وتأتي من غير النفس، كذلك الأعمال تنسب إلى العبد وهو المباشر لها وهو الكاسب لها، فالأعمال تكون حسنة وتكون سيئة، ولهذا نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذا فيه بيان أن الرب سبحانه وتعالى هو الهادي وهو المضل، هو الذي يقذف الهداية في قلب العبد ويجعله يختار الحق ويرضى به، وهو سبحانه وتعالى مقدر الضلال على العبد لما له من الحكمة البالغة، وهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فضلا منه وإحسانا، ويضل من يشاء عدلا منه وحكمة. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. من هداه الله فلا يستطيع أحد أن يضله، لو اجتمع الخلق كلهم ما استطاع أن يضله، ومن أضله الله فلا يستطيع أحد أن يهديه، لو اجتمع الخلق كلهم أن يضلوه ما استطاع. وفي هذا الرد على المعتزلة الذين يقولون إن العبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه، ويقول إن تسميته مهتدي يعني إن وصف بأنه مهتدي بمعنى أنه سمي مهتديا باب التسمية. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، هذا مأخوذ من قوله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم شهد المؤلف رحمه الله لله تعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فقال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أقر وأعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، ومعناها لا معبود حق إلا الله، فالمعبود بالحق هو الله، وما عبد سواه فهو معبود بالبعض. المعبودات كثيرة، الشمس عبدت والقمر عبد والنجوم عبدت والكواكب والبشر والحجر والأصنام والأوثان والجن والإنس الشياطين وما كلهم عبدوا لكن بالبعض. والعبادة بالحق هي عبادة الله وحده، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذه كلمة التوحيد، هي أعظم كلمة، أعظم كلمة وأفضل كلام بعد كلام الله عز وجل، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة لأجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وانقسم الناس إلى شقي وسعيد، لأجلها خلقت الجنة والنار وقامت القيامة وحقت الحاقة ووقعت الواقعة، وهي حق الله على عباده. من وحد الله وأخلص له العبادة فإنه لا يخلد في النار وهو من أهل الجنة قطعا، مات على التوحيد فهو من أهل الجنة قطعا، لكن إن مات على توحيد خالص سالم من الشرك والبدع والكبائر دخل الجنة من أول وهلة فضلا من الله تعالى وإحسانه، وإن مات على توحيد ملطخ بالمعاصي والكبائر والبدع دون الشرك فهو على خطر، على خطر من العذاب الذي يصيبه في القبر، قد يعذب في قبره، وقد تصيبه أهوال وشدائد في موقف القيامة، وقد يعذب في النار، فهو تحت مشيئة الله، كما قال الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذا دخل النار فإنه يعذب فيها على قدر جرائمه ومعاصيه، في النهاية يخرج منها لا يخلد، بل يخرج منها إلى الجنة بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، ولا يبقى في النار إلا كفرة إذا تكامل خروج العصاة الموحدين من النار، ولا يبقى منهم أحد، أطبقت النار على الكفرة بجميع أصنافها، اليهود والنصارى والوثنيين والملاحدة والشيوعيين والمنافقين، والمنافقون في الدرك الأسفل منها، فلا يخرجون منها أبد الآبد، كما قال سبحانه إنها عليهم مقصدة يعني مطبقة مغلقة في عمد ممدد، قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، وقال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار،
وقال سبحانه لابثين فيها أحقابا، يعني مددا متطاولة، كلما قضى حق عقبه حق إلى ما لا نهاية. والشهادة لله تعالى بالوحدانية لا تصح إلا بالشهادة لنبيه بالرسالة عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المؤلف بينهم قال وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني هو رسول الله، عبد الله ورسوله، وأنه خاتم النبي، أنه رسول الله حقا، وأنه رسول الله إلى العرب والعجم إلى الجن والإنس إلى الثقلين، وأنه خاتم النبي، وأنه لا نبي بعده، وهو آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فمن اعتقد أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب أو اعتقد أن بعده نبي هو كافر في إجماع المسلمين. قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال سبحانه وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقال عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الجن والإنس العرب والعجم، وهو آخر الأنبياء وخاتم النبيين ولا نبي بعده. قال سبحانه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلا تصح إحدى الشهادتين إلا بالأخرى. فمن شهد لله تعالى بالوحدانية ولم يشهد به بالرسالة لم تقبل، ومن شهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولم يشهد لله بالوحدانية لم تقبل، لا بد من الشهادتين، وإذا أطلقت إحداهما دخلت فيها الأخرى. ثم قال المؤلف صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه، هذا سؤال دعاء الرب سبحانه وتعالى بأن يصلي على نبيه، والصلاة على نبي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة صلاة الله على عبد أصح ما قيل فيها، ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي العالية تابعه الجليل أنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني يثنون عليه، ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، هذه الصلاة من الله، ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الآدمي ومن الملائكة الدعاء دعاء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. الأصحاب جمع صاحب، والصحابي أصح ما قيل في تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة ومات على الإيمان، هذا هو الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع حتى يدخل في ذلك العميان في عبد الله بن أم مكتوم الأعمى إنه صحابي ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لقي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام هذا هو الصحابي، ويدخل في ذلك الأعراب الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان فهو صحابي. أما الأعراب الذين ارتدوا والعياذ بالله على أعقابهم وماتوا على الكفر فليس من الصحابة. قل وعلى آله وأصحابه، آل النبي صلى الله عليه وسلم قيل المراد بآله ذريته وأقاربه وزوجاته، وفي ذلك زوجاته المؤمنون، فيكون ذلك علي وفاطمة والحسن والحسين والعباس أم يوسف وحمزة وأزواج كذلك. وقيل المراد بالآل أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. وعطف الآل على الصحابة، عطف الآل على الأصحاب، الأصحاب يدخلون في الآل، فعطف الآل على الأصحاب من عطف العام على الخاص، وعطف الأصحاب على الآل من عطف الخاص على الآل. قال وعلى آله وأصحابه، أصحابه داخلون في الآل لأنهم من أتباع على دينه. وإذا قيل على أصحابه وآله صار الأصحاب ذكروا مرتين، مرة بالخصوص ومرة بالعموم. بعد أصله الله يكتب هذه خطبة أصله الله بين يديه، أصله الله بين يديه الساعة على آله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. هذا وصف على السلام، أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، بين يدي الساعة لأنه نبي الساعة، سمي نبي الساعة لأنه عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء، والساعة تقوم في آخر أمته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثوا أنا والساعة كهاتين، وقرن بين أسبوع السبابة والأسطى، هو نبي الساعة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله أرسل الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن أطاعه بالجنة والكرامة، ونذيرا لمن عصاه بالنار وغضب الله وعقوبته. نعم. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ما هذه دعوة، داعيا إلى الله، داعيا إلى الله بإذنه، حيث أمره الله بذلك بإذنه كوني القدري وإذنه الدين الشرعي، وأتباعه عليه الصلاة والسلام كذلك يدعون إلى الله بإذنه. نعم. ففتح به أعينا عمياء، داعيا الله بإذنه وسراجا سراجا منيرا. نعم، هذا وصف السراج عليه الصلاة والسلام، منير، لأنه عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله، هو المبين لطريق الجنة وطريق النار، هو السراج عليه الصلاة والسلام، يضيء لمن أراد الله هدايته، السراج منير، فمن أراد الله هدايته فإنه يعرف طريق الجنة وطريق النار، فيوحد الله ويخلص له العبادة ويعمل الأعمال التي ترضي الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سراج منير أنار الطريق، حيث دعا إلى الله وإلى توحيده وبين الواجبات والمحرمات في الكتاب الذي أنزله، في كتاب الله الذي أنزله عليه وفي سنة المطهرة، هو السراج المنير. نعم. ففتح به أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا. نعم، فتح الله به آذانا، فتح الله به أعينا عميا، وهي أعين الكفار الذين عموا عن الحق، من أراد الله هدايته فتح الله عينه للحق، وآذان صما، آذان الكفار الذين صموا عن سماع الحق، لكن من أراد الله هدايته فتح الله أذنه فسمع الحق، وقلوبا غلفا عليها غلاف وهي قلوب الكفرة، كما قال الله سبحانه أنهم قالوا وقالوا قلوبنا غلف، يعني عليها غلاف، لكن من أراد الله هدايته فتح الله، أزال الله هذا الغلاف فنفذ إليه الحق فآمن وأسلم واستقام. نعم. فبصر به من العمى وأرشد به من الغي. نعم، بصر به من العمى، والعمى هو الكفر والمعاصي، وأرشد به من الغي، الغي الضلال والانحراف، أرشد بدعوة عليه السلام وبالكتاب الذي أنزله الله عليه وهو القرآن العظيم والسنة، أرشد به من الغي في إرشاد، يبين للإنسان طريق المستقيم حتى لا يسلك طريق الغي. نعم. وأنقذ به من الضلالة. نعم، أنقذ الله به في محمد من الضلالة، من الكفر، الضلالة الكفر والمعاصي والبدع. نعم. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، كما سبق صلى الله عليه وعلى آله، هنا ولا ذكر أصحابه، يذكر الصحابة فيه، ويعطف الصحابة عليه صار من عطف الخاص على العام. نعم. وسلم تسليما كثيرا، يعني دعاء، دعاء للنبي بالسلامة. نعم. يعني اللهم سلم. نعم. أما بعد، فقال الشيخ العالم العامل الوليد. أما بعد هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من شيء إلى شيء. أما بعد يؤتى بها للانتقال من شيء إلى شيء، واختلف في أول من قالها، في الأول من قالها داود النبي عليه الصلاة والسلام، قيل إنها هي فصل الخطاب، وفي أول من قالها قصة سعيد الريادي، وقيل غير ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته، أما بعد، يعني أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أولى من قال وبعد، بعض الناس بعض الناس يقول وبعد، أما بعد أحسن من قول وبعد، أما بعد، كان النبي يقول أما بعد في خطبه، وكذلك العلماء وغيرهم، ما يقول وبعد، أما بعد، نعم، انتقال من الخطبة إلى الدخول في موضوع الصلح. نعم. أما بعد، فقال الشيخ العالم العامل الورع الناسك شيخ الإسلام بقية السلف الكرام
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشامي رحمه الله تعالى. هذا ألقاب له العالم أسكت أنه عالم وإمام ومجتهد ورع زاهد، كل هذه أوصاف له. كنيته أبو العباس شيخ الإسلام، لقب شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني، لأنه ولد في بلد حراني، قال الحراني وقال الشامي لأنه نشأ في بلاد الشام. نعم، وكانت الشام في ذلك الوقت كذلك العراق كان في محط رحال العلماء، كان العلماء متوافرون في ذلك الزمان والعلم منتشر هناك. نعم. فصل. يتضمن الحديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وجوابه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقوله في آخر الحديث هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فجعل هذا كله من الدين. وللناس في الإسلام والإيمان من الكلام الكثير مختلفين تارة ومتفقين أخرى، ما يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق في ذلك، وهذا يكون بأن نبين الأصول المعلومة المتفق عليها، ثم بذلك يتوصل إلى معرفة الحقيقة المتنازع فيها فنقول. نعم. المؤلف رحمه الله بدأ في الفصل هنا، فقال فصل تضمن حديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وجاوبه عن ذلك، وقوله في آخر الحديث فجعل هذا الدين، هذا كله من الدين، يعني حديث جبريل هو الحديث المشهور الطويل الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا حديث طويل مشهور يسمى بحديث إبراهيم، ويسمى بحديث عمر رضي الله عنه، يسمى حديث جبرائيل، أخرجه الإمام مسلم رحمه الله مطولا في كتاب الإيمان، وأخرجه أبو داود في كتاب السنة، والترمذي في كتاب الإيمان، والنسائي في كتاب الإيمان والشرائع، وابن ماجه في المقدمة، وأخرجه الإمام أحمد والبغوي في كتاب السنة، وابن حبان وغيرهم، وأخرجه الإمام أحمد مختصرا ومطولا، وابن أبي شيبة عن ابن عمر، وروي الحديث من طريق أبي هريرة أخرجه البخاري لكن مختصر في كتاب الإيمان، ومسلم أيضا في الإيمان والشرائع، وأحمد بن حبان وابن أبي شيبة. فهذا الحديث هو حديث إبراهيم، رواه الإمام مسلم مطولا من حديث عمر رضي الله عنه، ورواه البخاري اختصرا، رواه البخاري ومسلم أيضا الشيخان من حديث أبي هريرة مختصرا. وهذا الحديث حديث عظيم، وفيه أن جبرائيل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، في صورة أعرابي، ورآه الصحابة، فدل على أن الملك جبرائيل ملك الوحي، وهو أشرف الملائكة أفضل الملائكة، ورؤساء الملائكة ثلاثة، جبريل وميكائيل وإسرافيل، هؤلاء الثلاثة هم رؤساء الملائكة، وذلك أن كل واحد من هؤلاء الثلاثة موكل بما فيه الحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر والمطر والماء الذي فيه حياة الحيوانات والنباتات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه إعادة الأرواح إلى أجسادها بعد الموت. فكل واحد من هؤلاء الثلاثة موكل بما فيه الحياة، فهم رؤساء الملائكة وأفضل الملائكة، ولهذا توسل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور في الاستفتاح في صلاة الليل بربوبية الله لهؤلاء الأملاك الثلاثة، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الليل في الصلاة استفتح بهذا الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون،
اهدني لما ارسلت فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. هذا استفتاح. استفتاح كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به في صلاه الليل. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم توسل الى الله بربوبيته لهؤلاء الاملاك الثلاثه الذين وكلوا بما فيه الحياه. اللهم رب جبرائيل, قال جبرائيل وجبريل وميكائيل وميكائيل. اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل. توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله لهؤلاء الملائكة الثلاثة. فجبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي. شفاء النائم عنك. نبه. قم بارك الله فيك. لا تنم. فتوسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله لهؤلاء الملائكة الثلاثة. فجبريل أتى في صورة رجل أعرابي. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام, ثم سأل عن الإيمان, ثم سأل عن الإحسان. وجاء مع في سبب مجيء جبرائيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرء سلوني فهابوا. فأرسل الله جبرائيل وجاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الملك تصور أعطاه الله قدرة. يأتي في سورة أعرابي هنا ورآه الصحابة, وكثيرا ما يأتي في سورة دحية الكلب وكان رجلا جميلا. وأما صورته التي خلقه الله عليها فله 600 جناح, كل جناح يملأ ما بين السماء والأرض. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة مرتين, مرة في الأرض عند البعثة عند غار حراء, ملكا قاعدا بين السماء والأرض قد سد الأفق. فرعب منه رعبا شديدا وجاء إلى زوجه خديجة وقال لها اقرأ يا محمد, اقرأ في أول بعثة. قال ما أنا بقارئ, يعني لست قارئا, ليس امتناع, ما تعلمت القراءة ولا الكتابة, لأن يعني أمي عليه السلام اقرأ ولا يكتب. قال اقرأ 3 مرات في كل مرة يغطه حتى يبلغ منه الجهد. هذا تهيئة لتحمل الرسالة وأعبائها. فذهب إلى زوجي خديجة وقال خفت وأن افترج عقلي. قال كلا والله لا يخزيك الله أبدا, إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتحمل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ورآه مرة ثانية على هذه الصورة ليلة المعراج حينما جاوز 7 طباق عند سدرة المنتهى. رآه على هذه الصورة ورآه بصور مرات كثيرة بصورة متعددة. وهذه المرة جاء في صورة أعرابي واسند ركبتي الى ركبتي ووضع كفيه على فخذه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. هذا السؤال الاول. فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام فقال الاسلام, لان الان نحن الحديث هذا كتاب الايمان الكبير وكتاب الايمان الصغير يدور على شرح الحديث من اوله الى اخره. جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واسند ركبتي الى ركبتي ووضع كفيه على فخذه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. فقال عليه الصلاه والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان, أو أن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج به. فسر الإسلام بالأركان 5. الركن الأول الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة, والثاني إقام الصلاة, والثالث إيتاء الزكاة, والرابع صوم رمضان, والخامس حج بيت الله الحرام. انتبهوا لهذه الأركان لأن سيأتي الكلام عليها فيما بعد إن شاء الله. ثم سأل السؤال الثاني قال أخبرني عن الإيمان. قال صدقت. قال الصلاة فعجبنا له يسأله ويصدقه. كيف؟ هذا سؤال العارف. العادة هنا الذي يسأل ما يعلم, وهذا يسأل ويصدق. السؤال سؤال العارف فتعجب الصحابة. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. هذا سؤال العارف. هو الواقع هذا هو سؤال عارف. إنما سأل ليعلم الناس فينا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان. فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فسر الإيمان بالأصول الباطنة الأركان الباطنة 6. الإسلام فسر بأعمال ظاهرة الشهادتان نطق الشهادتين الصلاة والزكاة وصوم الحج. والإيمان فسر بأي شيء؟ بالإيمان الباطن. قال أن تؤمن بالله تصديق باطن, أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير الشر. قال صدق فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال جاء السؤال الثالث قال أخبرني
عن الإحسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه تعبد الله على المشاهدة. جعل الإحسان له مرتبتان: المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، تعبد الله على المشاهدة. المرتبة الثانية: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني إن ضعفت عن المرتبة الأولى فإنك تنتقل إلى المرتبة التي بعده. المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تشاهد ربك. والثانية: إن لم تكن تراه فإنه تعبد الله على أنه يراك. هذه المرتبة عالية، مرتبة الإحسان. يعني معنى هذا أنك حينما تعبد الله بالصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الرحم، تعبد الله على المشاهدة، بالسحوة وعلى المراقبة، أنك تراقب الله والله يراقبك، تستشعر هذا على الإحسان. قال: صدقت. ثم وجه إليه السؤال الرابع، قال: أخبرني عن الساعة. السؤال الرابع ما عن الرسول ما عنده، ليس عنده جواب. قال: ما عندي جواب، الساعة ما يعلم أحد، ما المسؤول عنها بيعلم من الساعة، أنا المسؤول وأنت السائل، فأنا لست أعلم منك، يعني علمي وعلمك سواء، الساعة ما يعلمها إلا الله. قال: لا، يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا. وبالمناسبة فائدة عندي كتاب أو يعني على الاستنسل، واحد كتبه وحدد قيام وقت الساعة، وحدد قيام وقت، هذا ما التخريف من المخرفين الآن، ومنتشر الكتاب، مكتوب عليه مؤلف يمكن مؤلف مستعار، كتبه فهد السابق، ذكر أن خروج نزول المسيح عيسى بن مريم سنة 1919 ميلادي مضت الآن، وأن قيام الساعة 2010 ميلادي. هذا مما يدل على سخافته، فإنه يؤرخ بالتاريخ النصراني ولا يؤرخ إيش بالتاريخ الإسلام. هذا من المخرفين الآن، جعل خروج المسيح الدجال كذا، وجعل حتى تحديد وقت الساعة، والنبي يقول: ما المسؤول عنها بيعلم الساعة، ولا حددها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة، يعني علمه وعلم كثير. وجه إليه السؤال الخامس، قال: أخبرني عن أماراتها، إذا كنت ما تعلم وقت الساعة أخبرني عن العلامات. فأخبرها النبي عن العلامات، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن تلد الأمة ربتها. الأمة تلد سيدتها، كيف يعني؟ أمة تباع وتشترى، تلد مولودة تكون سيدة على أمها. قال العلماء: معنى ذلك أن تكثر السراري ويتسرى الملوك الإماء، ثم تلد الأمة بنتا للملك، فتكون بنت الملك سيدة على أمها. وفي اللفظ: أن تلد الأمة ربها، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء السيف يتصارعون في البناء، يعني الفقراء الحفاة الذين لا نعال لهم، العراة الذين لا ثياب عليهم، العالة الفقراء يتطاولون في البنيان. والحديث ألفاظ أخرى. ثم لبث مليا، وفي لفظ بعض الذين قال أنه يرد السائل، فذهبوا فلم يجدوا أحدا، خرج الرجل من عندهم، فلما ذهبوا ما وجدوا أحدا. ملك فار، ملك من الملائكة، ما وجدوا أحد. ثم أيضا كذلك في الأول لما جاء في حالة غريبة، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، والعادة في ذلك الوقت الأسفار متعبة، الذي يأتي من السفر تكون ثيابه رثة متسخة وشعره كذلك، هذا ثيابه بيضاء جميلة كأنه خرج من بيته الآن مثلنا الآن، وشعره كذلك أسفر ما في غبار ولا كذا، تعجب كيف مسافر يأتي بهذه الصورة. فقال النبي: رد السائل. وفي وقت قال لبث مليا، فقال عمر: أتدري من السائل؟ فقال عمر: الله ورسوله أعلم. هذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت حياته، حال حياته يقال الله ورسوله أعلم، أما بعد وفاته يقال الله أعلم، لأن الرسول لا يعلم الغيب ولا يعلم ما حول أمته، لكن في حال حياته يقال الله ورسوله أعلم، وبعد وفاته يقال الله أعلم.
فقال عليه هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم. هذه اللحظة التي ذكرها المؤلف الآن، قال لما ذكر قال تضمن حديث جبريل سؤاله عن الإسلام والإيمان والإسلام، ثم قال في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم، وفي لفظ أمر دينكم. لما سألهم قال تدرون من السائل؟ قالوا ما ندري. قال هذا جبريل. لماذا جاء؟ أتاكم وعلمكم دينكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مسمى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الإحسان هذا هو الدين. إذا هذا هو الدين، الإسلام والإيمان والإحسان داخل في مسمى الدين. الدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، وله ثلاث مراتب. له كم مرتبة؟ ثلاث مراتب. مرتبة الإسلام، ثم المرتبة الثانية مرتبة الإيمان أعلى منها، ثم المرتبة الثالثة مرتبة الإحسان. قال هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم. إذن الدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، وهي مراتب له، الإسلام والإيمان والإحسان، أعلاها الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. فهل الإسلام والإيمان شيء واحد أو يختلفان؟ في هذا الحديث فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإسلام والإحسان، ففسر الإسلام بأي شيء؟ بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة. إذن فرق بينهم، وجاءت نصوص أيضا فيها التفرقة بينهم، مثل كقوله سبحانه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فرق بينهم. وفي قول الله عز وجل في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وفي حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى يعني في من العطيات رجلا أعطى بعض الناس عطايا يتألف مع الإسلام، وترك رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، يعني ما وصل إلى درجة الإيمان، أو مسلما. فسكت ثم غلبني ما أجد، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مسلما. فقال أو مؤمنا. فسكت ثم غلبني ما أجد، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما. ثم قال النبي أقتال من سعد؟ إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار. يعني إن النبي يعطي العطايا يتألف مع الإسلام، فمن كان قوي الإيمان لا يعطيه، يتركه الإيمان، ومن كان ضعيف الإيمان يعطيه حتى لا يرتد عن دينه، حتى يتقوى إيمانه. هذا فيه فرق بين الإيمان والإسلام. اختلف العلماء في الإيمان والإسلام، هل هما شيء واحد أو شيئان؟ فذهب بعض العلماء بعض أهل السنة إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، وأن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، وعلى رأسهم الإمام البخاري ومحمد بن نصر المروزي، فقالوا الإيمان والإسلام شيء واحد، وشاركهم في هذا بعض البدع كالخوارج والمعتزلة، وقالوا إن الإيمان هو الإسلام، وأجابوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام انتشر ولا إله إلا الله، قالوا هذا على تقدير، تقدير محذوف، والتقدير شعائر الإسلام صارت ولا إله إلا الله. وقالوا إن الآية آية الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هذه الآية في المنافقين، لأن الله نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام في الظاهر، لأن المنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وذهب جمهور العلماء والمحققون من أهل العلم إلى أن الإسلام والإيمان شيئان، وأنهما إذا اجتمعا كان لكل واحد منهما معنى، أما إذا أفرد أحدهما وتجرد عن الآخر فإنه يدخل فيه الآخر. إذا أفرد الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبرائيل. وهذا هو الصواب الذي عليه
جمهور العلماء وعليه المحققون في شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. الكلام على الإسلام والإيمان يطول والأسئلة كثيرة، لعلنا نتوقف وغدا إن شاء الله.